لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ما أحوجنا إلى الذكرى، ما أحوجنا إلى أن نتبصر في آيات الله في الكون حتى ننيب إلى الله، نرجع إلى الله. إن الحياة قد جعلها الله عز وجل فيها من الشقاء ما فيها، إنه حكم الحياة على الأرض بعيدا عن الجنة. قال سبحانه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالشقاء في هذه الحياة مرتبط بوجودنا، إلا أن ذلك لا يهونه ولا يخففه ولا يسعد الإنسان في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إلا بالقرب من الله وحب الله والشوق إليه، الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم مع سؤال النظر، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد
وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية من جوامع الكلم إذا تأملها الإنسان، فالإنسان في حاجة إلى أن يشتاق إلى الله، فهذه سعادة الدنيا أن يقترب من الله فيمن الله عز وجل عليه ببرد اليقين. ألا ترى كيف حال الناس في العالم في فزع وقلق واضطراب، وأما أهل الإيمان فيعلمون أن الأجل جنة حصينة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن القرب من الله عز وجل والشوق إلى لقائه هو الذي يؤدي بك إلى النظر إلى وجهه يوم القيامة، إلى قرة العين التي لا تنقطع، بالله سبحانه وتعالى في الجنة التي لا زوال لها. ولكن كيف الوصول إلى هذه المحبة وهذا الشوق إلى الله عز وجل؟ إن لهذا عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، أحوال قلب لابد أن يهذب الإنسان قلبه بطريقة التفكير، يظل يتفكر في آيات الله كما أرشدنا الله سبحانه وتعالى، ليفكر في نعم الله بدلا من أن يكثر الفكرة في الحرمان الذي حرمه، فإن الإنسان يشقى إذا شعر بالحرمان على الدوام، وهذا الأمر في الحقيقة مردود إلى طريقة التفكير. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم راضيا عن ربه غاية الرضا، فكان أسعد الخلق، وكان الأنبياء كذلك في شدة الفقر ومع ذلك كانوا راضين عن الله. أما سمعت قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هل تصورت هذا الموقف وموسى صلى الله عليه وسلم قد خرج من البلد فجأة دون أن يكون معه زاد، ودون أن يأخذ معه طعام ولا شراب ولا ملابس ولا شيء، إنما هو خروج من هذا الطريق قبل أن يأتوا من هذا الطريق، وإلا فالقتل، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. سار في شبه جزيرة سيناء بالليل والنهار أياما وليالي طوال ليصل إلى أرض مدين بعيدا عن سلطة فرعون وملئه وجنده. كان لا يجد طعاما إلا ورق الشجر، ليست هناك مزارع في هذه الأرض الصحراوية الجبلية، إنما يشرب ما تيسر إذا مر ببركة ماء أو ببئر مهجور أو نحو ذلك. ما وصل حتى نقبت رجلاه، النعل سقط تقطع في المشي على الجبال، وكلكم تعلمون شبه جزيرة سيناء إلى يومنا هذا، فكيف كانت في أيام قلة البشر زمن موسى؟ كان جائعا ولا مأوى له، ليس عنده مسكن، وأعزب لا زوجة له، وغريب بعيد عن وطنه وأهله، وهو لا يتوقف عن الكرم والجود لوجه الله عز وجل، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، إنما بمقتضى الفطرة السوية والكرم والشهامة التي جبل عليها، فلم يسأل أحدا من الناس إلا الله وحده لا شريك له، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاء الفرج فورا
بمأوى ومطعم ومشرب ومسكن ومنكح زواج وعمل وكسب في لحظة. وهكذا المؤمن الراضي عن الله بدلا من المتسخط الذي يشكو الزمان وأهله وهو الذي ينبغي أن يشتكى. سبحان الله، إن شهود نعم الله سبحانه وتعالى على العبد يهون عليه الأمر. أما رأيت يوسف عليه السلام وهو في السجن مظلوما قطعا، بريئا من تهمة يحبس بها سنوات بلا جرم منه، إنها جريمة العفاف عند قوم مجرمين، سفلة، فجرة، زناة، ظلمة، كل هذه الأخلاق كانت فيهم. وهو أصلا مظلوم من إخوته، قد بيع رقيقا. لو تأملت حال يوسف الذي مرت به أهوال عظيمة، ألقي في الجب في الظلمة وهو صبي غلام، ألقي وحده، بل نزع عنه قميصه لتكتمل الحيلة الإجرامية في ظنهم إذ جاءوا على قميصه بدم كذب. مظلوم يوسف عليه السلام، ثم حباه الله عز وجل بهذا الجمال الرائع الذي كان فتنة لامرأة العزيز سيدته أو زوجة سيده في القصر، فتعرض نفسها عليه وهو شاب وله ما للشباب من رغبات، وهو غريب وهو في الظاهر مملوك، وهو لا يأنف من شيء لأن هذا هو واقع المجتمع. لو فعله الرجل، لو فعل الفاحشة لما أصابه شيء في أعراف الناس، لأن الرجل عنده من الضيافة زوج المرأة، رغم أنه أحسن إليه، إلا أنه ليس عنده من النخوة حتى ترك هذا الشاب مع المرأة في بيت واحد في خلوة يسمح بها. وعندما وقع ما وقع لم يزد على أن يقول يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، وظل الأمر على ما هو عليه. تراوده مرة أخرى، بل تأتي بالنساء طابور طويل يريد أن يراود يوسف عن نفسه، بل يراود فعلا كما قال الملك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. العدو يشهد قبل الصديق أن يوسف ليس عليه سوء، ودخل السجن مظلوما، ودخل السجن متهما بالعفة، كما اتهم قوم لوطا وأهله وبناته: أخرجوا آل لوط من قريتكم. ما التهمة؟ إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله. ومع ذلك لو كان يوسف عليه السلام ينظر إلى ما حرم منه، إلى أنه حرم من أبيه وأمه، وحرم من وطنه ومرتع صباه، وحرم من القصر الذي فيه الرجل الذي أحسن إليه، ومع ذلك فتجده عنده نفسية عالية جدا من العطاء والكرم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. كيف يكون من المحسنين في هذا السجن الضيق؟ يؤنس المستوحش، يعود المريض، يصبر المبتلى. يوسف الذي هو مظلوم، لو كان واحدا من أبناء زماننا لظل يلعن الزمان وأهله، ويلعن الظالمين والظلمة والشعب الذي تواطأ عليه والذين أدخلوه السجن من بعد ما رأوا آيات براءته. لكنه عجيب، يحسن وهو في السجن، وإن لم يملك مالا لكنه يملك حسن الخلق، يملك البسمة الطيبة، يملك الكلمة الجميلة التي تصبر من هو في كرب، مع أن الناس كفر
مع أن الناس يعبدون غير الله، لكنه يتوصل بذلك إلى دعوتهم وهدايتهم ويذكرهم بأعظم نعمة. قال سبحانه وتعالى نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، يعرض بهم وبقومهم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ليس كالذين يسوون بين الأديان والملل ويقولون عن الكفار أنهم مثل المسلمين، بل يقولون عن المسلمين كفار وعن الكفار مؤمنين، وعن اليهود والنصارى يدخلون الجنة، وعن أهل الإسلام والإيمان هؤلاء الذين سيدخلون النار. عجب، لابد أن نترك الباطل، وليس فقط أن نقول الحق ونسكت عن الباطل، لا يجوز، بل لابد. بدأ أولا بالترك، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. شعوره بفضل الله وهو في هذه الحال الضيقة الصعبة، الظلم والسجن، وما أدراك ما السجن، شيء يهدد به ربما أشد من القتل. فرعون يريد أن يخوف موسى فقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، لم يقل لأقتلنك، وإنما قالها في موطن آخر، وإنما لأن السجن مخوف. ومع ذلك يشهد فضل الله بالدين، بالتوحيد، بالإيمان، بالإسلام، بترك الشرك، بأن فضل الله علينا أنه لم يتعبدنا أن نعبد غيره، لم يطلب منا ذلك ولم يشرع لنا ذلك، كما أنه لم يقدر علينا أيها المسلمون أيها المسلم ذلك بفضله. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، أنه لم يشرع لهم أن يشركوا، لم يشرع لهم أن يتعبدوا لغيره، أن يذلوا لغيره، أو أن يحبوا حب العبادة لغيره. كلنا عبد، حتى الرسل الكرام صفتهم أنهم عباد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نعمة عظيمة نعمة الإسلام، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، الله سماكم المسلمين من قبل في اللوح المحفوظ قد سميت مسلما، في حين كتب من كان في زمنك مشركا يعبد البقرة أو يعبد الصليب أو يعبد بوذا أو يكذب الأنبياء أو يكذب كلام الله القرآن العظيم، وأنت سماك الله مسلما. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام ووسمك بعلامة الإيمان وجعلك من أهل قبضة اليمين إن أنت بقيت على الحق حتى يأتيك اليقين الموت
وجعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك أعطاك في ذلك الغيب البعيد أعمال المؤمنين، حتى رزقت الصلاة، رزقت الصيام، رزقت الزكاة، رزقت الحج والعمرة إن يسر الله لك، رزقت أكل الحلال واجتناب الحرام، وغيرك أسير، أسير المخدرات، أسير الخمر، أسير الغناء الهابط الفاحش المنكر. الناس تعيش حياة عجيبة تشقي أنفسها. أسير الكرة، فإن الناس يحزنون جدا، كأن مصيبة نزلت إذا هزم فريقهم، وربما اقتتل بعضهم مع بعض. أسير الإنسان يكون أسير، أسير المال، غيرك عبد الدرهم، عبد الدينار، وأنت حر. منة من الله، لست تعيسا، السعادة في أن تكون حرا إلا من عبوديتك لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، إذا دخلت في قدمه شوكة فلا أخرجت بالمنقاش. اللهم اجعلنا شاكرين نعمتك مثنين بها عليك، وزدنا من فضلك يا رب العالمين، وألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، وأذهب عن المسلمين الغلاء والوباء والفتن والمحن، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أما بعد، إن شهود نعمة الله عز وجل بالإسلام والإيمان والإحسان والهداية يجعل أصعب الأعمال سهلة ميسرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط، اشتكى له الناس أنهم من الجوع يربطون على بطونهم حجارة، البطن كل واحد ربط حجرا من شدة تحرك البطن، من شدة تقلصها من الجوع، ألم، فيربط الحجر ليقل التقلص. فاشتكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن بطنه، فإذا هو قد ربط حجرين صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم ما أن وصل المدينة حتى آخى بين المهاجرين والأنصار وشرع في بناء المسجد، وكانوا ينقلون الحجارة ليبنوا المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة بنفسه. جو جميل رائع، هو أول من يصيبه بلاء من الدنيا أشد منهم، ليس يشبع وغيره جائع، وإنما هو مشارك لهم في الآلام كما أنه مشارك لهم في العمل. والصحابة في جو شهود الفضل والنعمة يقولون: والله لولا الله أهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وكذا في حفر الخندق كانوا يفعلون ذلك، يحفرون وينقلون الحجارة والرسول صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا، اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول معهم ذلك، وذلك لكي نشعر بجو الحب وجو الألفة وجو شهود الفضل الإلهي، شهود النعمة، بدلا من أن نشهد الحرمان ونشهد قسوة الزمان. نعم، لا يكون الإنسان معذبا إلا إذا ابتعد عن الله، إلا إذا لم يحب الله ويشتاق إليه ويشهد نعمته عليه بالدين أولا، ولذلك يجد قسوة الحياة. والله لا يعوضها المال، لا يخفف قسوة الحياة مال، وربما تجد أكثر الناس مالا أكثرهم هما إن لم يمن الله عليه بالطاعة والنفقة والعطاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل. إن فضل الله علينا بالتوحيد والإيمان أعظم نعمة وفضل على الإطلاق، حرم منها الناس
ومن الله علينا وأعطانا أعمال الإيمان والإسلام والإحسان وأحوال المؤمنين، هذا كنز هائل، فهل لا أخذت نصيبك وطلبته من الله سبحانه وتعالى وافتقرت إلى الله ربا وإلها، ربا تتوكل عليه وإلها تعبده؟ تحقق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وتشهد نعمه الكثيرة كما شهدها إبراهيم عليه السلام، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.